والله ست هيفاء لا تملقا ولا خوفا، يعني اني لو بالحكومه بالدوله واريد انطي هذه قضيه الدبلوماسيه والتفاوض وان اطلع بنتيجه ايجابيه لا تملقا ولا خوفا، وانا لا باربيل ولا الى علاقه باربيل ولا حتى ارجع العراق، انطيها للكاكا مسعود برزاني. هو يروح يجيب لي حق العراق ويجي، حق الله يسولف له هيجي، انا اسولف حق الله. مال احنا عندنا دبلوماسيين الان بالدوله بالحكومه والله ما عندنا ست هيفاء، او عندنا يقعدون يجيبون مفاوضات ايجابيه، عمي شيلوا هاي المهمه وطوها لمسعود برزاني، خلي يروح يفاوض لكم وعنده مقبوليه مع كل الدول وخلي نخلص ويطلع العراق من هذا البعبع المخيف، من هذا النفق المظلم، من شبح الحرب، من هاي التجاذبات والتشتت. نعم يعني افهم من كلامك التشتت الداخلي اللي تحدث به السيد هاشم الكندي، تحدث السيد هاشم الكندي انه اكو بعض الاطراف ما موافقه على تسليح العراق، اكو بعض الاطراف صح له لا تشتت داخلي يعني على قرار واحد يعني بمجلس النواب، فهذا يضعف ايضا الحكومه. تليفوني راح يتوى تسمحي لي ست هيفاء، هم هسه الاخوان الموجودين وقبلهم وبعدهم وقبلهم وبعدهم يقول لك المقاومه شكل والاطار شكل والحشد شكل والدوله شكل والحكومه شكل والجهاز التنفيذي شكل ستي كل واحد شكل، احنا ما عندنا حكومه او دوله مؤسسات ويقودها واحد. شفتي حضرتك انت قبل يومين وثلاثه واني كذلك بلقائين يقول لي رئيس الوزراء يقول انا اختار الحرب والسلم، يقول هذا يمثل رايي، ما لنا علاقه، المرجعيه اللي تقول، الحشد اللي يقول.